ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو راجع تعملوا لي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب كمان للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. فيديو النهارده ريفيو عن يعني هيل بالم من براند اسمها سكين دكتور. المفروض ان هو بيعالج التشققات الموجوده في القدم، وبتشوفي نتيجة ملحوظة خلال 3 أيام زي ما هم كاتبين، وبعد 7 أيام بتلاقي ان القدم بقت انعم وبقت يعني رطبة اكتر وبقت متعالجة تماما من اي تشققات موجودة فيها، وهتلاحظي فرق. طيب انا جايبة بقالي اسبوعين، جايبة من اول رمضان كمان، اكتر من اسبوعين واستخدمته، وتقريبا هو قرب يخلص، ما لقيتش اي حاجه. انا الحمد لله ما عنديش تشققات فعشان تعالجها، بس انا استنيت فكره ان هو المفروض ان اللي مور سوفت ومور سموز زي ما هما كاتبين، وان انت بتلاقي نتيجه اوضح في الجو ومش عارفه ايه. طيب انا بالنسبه لي كل المشكله اللي بعاني منها هنا، واكيد ناس كتير بتعاني منها، ان الجفاف هنا قوي جدا وشديد سواء في الصيف او في الشتاء، فالواحد بيبقى محتاج حاجات يرطب بيها سواء ايده او بشرته، شفايف، القدم، الحاجات دي كلها. فانا كنت مستنية اشوف الترطيب القوي اللي هما بيقولوا عليه. طيب انا دلوقتي جبته، انا ما عنديش اي الحمد لله تشققات، بس انا فين الترطيب؟ مبدئيا هو اصلا خفيف جدا، يعني انا ثانية واحدة، هو خفيف جدا، يعني هو ملمسه بمجرد كده ما بتطلعيه تحسي ان هو بيسيح اصلا في ايدك، ولونه كده يعني مش ابيض، لا لونه مصفر شويه عن الابيض. المفروض انا اول ما بحطه وبدهنه بحس ان هو بيبدا يتحول لسائل كانه هيبقى ميه. اوكي هو بيتشرب على طول، يعني هو ما بيفضلش في الـ يعني ما بيفضلش على القدم مده كبيره، لا هو اول ما بحطه دقيقه مثلا كده ولا حاجه وخلاص بيبقى اتشرب. طيب تمام، انا بقى عايزه نتيجه. انا بقالي اهو يعني رمضان قرب يخلص، يعني داخله في شهر مش 3 ايام، ما لقيتش منه اي نتيجه ملحوظه خالص. فبصراحه هو اصلا يعني سعره مش رخيص، انا جايباه ب 24 ريال، فبصراحه ما عجبنيش خالص، ومش هجيبه تاني ولا يعني هفكر اشتري تاني، لان لا ما عجبنيش. وبصراحه منصحش اي حد، يعني دي مش حاجه اقول لكم ماشي ممكن انا ما يكونش عمل معايا كده، ممكن ابني يعمل معاه، لا هو واضح ان ولا انا ولا غيري هيجيب له نتيجه، فما انصحكوش خالص ان انتوا تجيبوه ولا تجربوه. وبس، شكرا وباي باي.